اهلا بحضراتكم مرة تانية يمكن أن احنا بنتكلم في بداية حلقتنا النهارده عن اضرار العاصفة دانيال وبكل تأكيد كلنا متابعين التداعيات الكبيرة لهذه العاصفة هذه التداعيات الكبيرة والخطيرة أيضا على البلاد اللي تعرضت ليها ده بيخلينا نسأل هل سبب حدوث هذه العاصفة هو التغيرات المناخية اللي بدأت انها تهدد العالم وايه الاسباب العلميه وراء حتى حدوثها مهم جدا ان احنا نفهم كمان يا حمد. ده هي جمانه ويمكن مش فكره كمان التداعيات المناخيه هل احنا نقدر نقول ما كان متوقعا قد اتى يعني فكره مؤتمر المناخ كوب 27 كنا بنتكلم على تغيرات مناخيه ولا بد ان يتكاتف العالم اجمع حتى نواجه هذه التغيرات هل دي التغيرات حصلت بالفعل بشكل اسرع مما كان متخيل اعتقد دي اسئله واسئله مشروعه في الوقت الراهن وكمان مهم جدا ان احنا نعرف هل كمان في طرق هذه الطرق هي طرق علميه لتجنب اضرار عواصف مشابهه للعاصفه دانيال كمان الاستعدادات اللي بتتم لتقليل الاثار السلبيه للظواهر الجويه كل الاسئله دي في حالة الامر هنحاول نجاوب عليها في هذه الفقره بشكل مفصل مع ضيفنا الكريم في الاستوديو الدكتور عبد المسيح سمعان الاستاذ بكليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه اللي مشرفنا في الاستوديو صباح الخير يا دكتور صباح النور يا فندم صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين الكرام اهلا, أهلا بحضرتك يعني بحضرتك. طيب. دكتور فضلي. شكرا أه تخيلنا في البدايه أه نسأل عن الفرق بين مصطلح أه أه العاصفه و أه واحنا يعني اول ما ابتدى أه دانيال واول ما سمعنا عنه خالص كان جاي من مقاطعه بجانب اثنا في اثينا أه وكنا نسمع ان هو اعصار ولما جه على ليبيا بقى عاصفه ايه الفرق بين الاعصار والعاصفه لنفس المسمى يعني اعصار دانيال وعاصفه دانيال؟ اه هو دانيال واحد اللي هي م. المنطقه اللي احيانا بيطلق على اسماء الاعاصير باسماء يا يعني اما المناطق التي ظهرت فيها او اسماء ناس يعني مشهورين او معروفين يعني فيقول لك اعصار بالاسم فلان يعني. الفرق بين الاعصار وبين العاصفه ان الاعصار بيبقى قوته بتعدي اكتر من 200 كيلومتر في الساعه يعني قد تعدي 250 300 كيلومتر في الساعه. اما العاصفه فلا تزيد عن 80 90 كيلومتر في الساعه. ده الفرق بين العاصفه وبين الاعصار. وبالتالي عندما ظهر هذا الاعصار مجازا في اثينا يعني طبعا احدث دمار كبير جدا في المنطقه اللي ظهر فيها. فانتقل عبر البحر المتوسط ووصل الى ليبيا خد شويه قوه من البحر نتيجه البخر اللي في البحر ودرجه الحراره اللي في الميه من البحر المتوسط وصل الى ليبيا كان بقوه شديده جدا وشفنا الاثار اللي حدثت في هذه المنطقه منطقه دارنا بالذات وبعدين ابتدى يتحرك الى الينا في جمهوريه مصر العربيه الحقيقه لما بقى ابتدى يتحرك في هذه المنطقه ابتدى يفقد قوته العاصفه مش بتدنها بنفس القوه من ساعه مم. ما بتطلع لغايه لما تنتهي لا هي بتبقى كانه منحنى كيرف. بيتزايد كيرف وبعدين بيبتدي يقل فدخل عندنا في جمهوريه مصر العربيه عند منطقه السلوم على شكل منخفض جوي متعمق منخفض جوي عادي جدا يعني مم. قبله بقى في, في في نفس الوقت منخفض جوي اخر في طبقات الجو العليا الاثنين دول المنخفضين هم اللي عملوا الامطار اللي حدثت في السلوم وفي مرسى مطروح وفي اسكندريه بالامس والعاصفه الترابيه اللي احنا شفناها وصلت بينا الى القاهره صحيح. ووصلت الى عدد من المناطق بس خليني اقول انه بنسمع كتير مصطلح منخفض جوي ومرتفع جوي صحيح. يعني عشان حتى الناس والفرق ما بينهم اه ايه الفرق يعني المرتفع الجوي بيبقى فيه الهواء أتقل في المنطقه <applause> والضغط بتاعه اتقل وبالتالي اتجاهه بيبقى لاسفل مش لاعلى وبتلاقي في استقرار في الاحوال الجويه نتيجه انه ما فيش هواء بيطلع مع اي مشاكل تلاقي الجو مشمس وعشان كده دايما بنطمن اما نسمع كلمه ايه في مرتفع جوي منخفض جوي ضغط الهواء بيبقى قليل وكثافته خفيفه فبياخد كل بخار الميه ويطلع الى طبقات الجو العليا تتكثف تنزل الأمطار. لنا الامطار الشديده حسب بقى قوه هذا المنخفض وقد ايه فبتنزل كميه امطار كثيره جدا قد تصل الى حد السيول، وبالتالي هو ده اللي حصل يعني في خلال الفتره اللي فاتت انه المنخفض ده بقى متعمق عند دخوله الى السلوم وبالتالي نزلت امطار تبدو غزيره على بعض المناطق وابتدى يتحرك من امس الى منطقة الشام بقى خلاص يعني هو بيفقد قوته على آخر اليوم النهارده أو بكره هنلاقي استقرار في الأحوال الجوية وعدى علينا العاصفة بسلام يعني. أنا بسمي سواء كانت عاصفة أو كانت يعني احنا قلنا سواء عاصفة أو يعني الظاهرة أعصار. الأخرى الأخرى للإعصار الفرق ما بينهم هو قوة الرياح بالزبط. وليس الحجم الناتج من أضرار لأن لا ليهم أضرار يمكن لا. شوفنا في اليونان آه أضرار كانت آه. بالغة أو أكبر وفي دارنا في ليبيا الأضرار أيضا موجودة لكن حدة الأضرار أقل بالظبط وبعدين حتى الإعصار بيلف بشكل دائري <applause> تلاقي الهواء بيبقى حلزوني ويبقى حاجة اسمها له عين صحيح. اسمه عين الإعصار ده ويمكن دي الفيديوهات اللي تابعناها منذ انطلاقه أيوة. في اليونان كان شكل دائري رياح كان يعني آه. الناس كانت بتتخيل ان ده جزء في فيلم سينما ومش <applause> حقيقي هو يعني لكن العاصفه بتمشي في طريقها ما بيبقاش لها عين او ما بيبقاش ف... لها مركز للأعصار. اعصار او عاصفه، احنا امام حقيقه واللي احنا موجودين في بدايه حقيقيه للتغيرات المناخيه يمكن اللي كنا بننادي بيها من فتره، ازاي نتجنب هذه الاضرار وان كانت قد وقعت بالفعل؟ اولا السبب الرئيسي احنا عندنا دلوقتي احنا خلينا نتساءل هو في شهر تسعة كنا بنشوف الكلام دوت لا يعني ممكن يحتص امطار في المنطقه الشماليه عندنا بشكل كبير جدا في الشتاء وده طبيعي وبنسمع عن نوت قاسم ونوت الميلاد ونوات وبتنزل امطار كثيره جدا بالمناسبه صحيح. بس ده الطبيعي ده طبيعه المناخ في في بلدنا لكن كون ان احنا يبقى هذا الشيء موجود في بدايه شهر تسعة اللي احنا فين ما زلنا في عز الصيف هو ده المشكله وده بيخلينا نقول ان في سببين اساسيين اول حاجه تغير المناخ على مستوى العالم بزياده درجات الحراره قربنا من درجه ونص على مستوى العالم فده طبعا زياده درجات الحراره بيأثر على حركه الهواء بالتالي لما حركه الهواء تختلف هتختلف معاها حركه السحب وحركه الامطار وحركه السيول وكميه الميه اللي خارجه او اللي هتطلع الى طبقات الجو العليا. الحاجه الثانيه يعني السنه دي ظهرت ظاهره النينو اللي هي الميه بتدفى في منطقه استراليا في المحيط الهادي ونتيجه دفء الميه في هذه المنطقه دي ظاهره طبيعيه بتنتقل الى امريكا الجنوبيه. الرياح اه الميه بتنتقل لك. لما بتنتقل في م. هذه الفتره بيحصل بخر شديد جدا وبيحصل امطار وسيول في مناطق وفي اوروبا واسيا قد تحدث امطار وسيول او جفاف بيصل الى حد حرائق الغابات م. فاحنا عندنا يعني سببين مهمين جدا لهذا التغير الذي حدث واللي احنا بنقول يعني احنا قلنا بنقول ايه تطرف المناخ يعني اصبح المناخ كانه متطرف يعني م. ما بين الحده والشده وما بين اللين يعني بس احنا وصلنا الى مرحله حتى ما يسمى بالغليان في في المناخ، وبالتالي دول الظاهرتين دول هم اللي اثروا ونحن نعتقد انه قد تحدث هذه مثل هذه الظواهر بعد ذلك وفي اوقات اخرى نتيجه هذا التغير الى ان ينتهي السبب الثاني اللي هو ظاهره النينو في شهر ابريل من العام القادم لانها بتقعد فتره حوالي ثمان شهور او 10 شهور من في الى, الى ان تنتهي هذه الظاهره لكن طبعا تغير المناخ بس مش نقدر ان احنا بنتكلم ان... حتى قبل الهوا طبعا عذر المقاطعه ظاهره النينو احنا طبعا بقينا بنتابع هذا المصطلح مؤخرا بما ان العالم كله بقى مهتم بقضيه المناخ لانه بدا يشوف اثارها وتداعياتها بالفعل بس هذه الظاهره هل كانت يعني هي ظاهره موجوده من زمان جدا موجوده ظاهره طبيعيه موجوده ولكن حدتها زادت قوي، يعني الحده نفسها زادت ان احنا بقينا بنتابع هذه التداعيات بهذا تمام. الشكل. فهل يمكن التعامل مع مع زياده حده ظاهره النينو؟ او هل يمكن التعامل اصلا مع زياده حده هذه التداعيات النجمة جراء تغير المناخ؟ الحقيقه احنا مش هنقدر نتحكم في الظاهره. يعني انا ما اقدرش اقول ان النينو لازم نعمل واحد اثنين ثلاثه عشان يعني تقف الظاهره او الميه دي ما تسخنش في المنطقة وتنتقل لمنطقة ودي حاجة مش بيد البشر ولكن ايه هو اللي نقدر نعمله احنا عندنا حاجتين مهمين جدا مم. اول حاجة لابد من نظم انذار مبكر تخلي الناس تعرف امتى سيحدث هذا الحدث وامتى هيتحركوا لحماية انفسهم اعتقد ده كان مطلب ومخرج من مخرجات كوب 27 بالظبط بالظبط احد التوصيات ان يبقى في هيمدوا الدول الافريقيه والدول الناميه بنظم انذار مبكر لان الكارثه بتحدث نتيجه الناس مش عارفه ايه الاجراءات الواجب اتخاذها علشان احمي نفسي م. يعني مثلا لو انا عارف ان المنطقه دي هيبقى فيها سيول ممكن ما اروحش المكان دوت ممكن ان انا انتقل من مكاني الى اماكن اخرى اسمها اماكن الايواء اللي بتوفرها الدوله علشان يبقى تحمي فيه بالظبط انتقال لهؤلاء يبقى في رعايه صحيه وبالتالي اول نقطه اللي هي نظم الانذار المبكر المتقدمه واعتقد دلوقتي بنسبه كبيره جدا بنقدر نعرف متى واين سوف تحدث العاصفه بنسبه كبيره جدا مع الاقمار الصناعيه والنظم وبالتالي لابد من الدول ان هي تسعى جاهده وده امر اصبح اساسي في ظل تغيرات المناخ إن يبقى في نظم إنذار مبكر بتقول لنا إيه الحدث وتقول لنا إيه اللي ينبغي إن احنا نعمله كمواطنين عشان نقلل من هذه التداعيات، دي أول نقطة. النقطة الثانية البنية التحتية، يعني إيه البنية التحتية؟ النهاردة حضرتك بتشوف كان زمان في إسكندرية في البلاعات بتاعة المية. أي كمية مية بتنزل بعد عشر دقايق ممكن موجود. ما تلاقيش فيه في ميه وبالتالي يعني الدوله بتبذل كل الجهد ان بترجع نظام البلعات تاني والمصارف بالظبط اللي هي البلعات بتاعت الامطار وفعلا في اسكندريه اعتقد دلوقتي هذا المشروع ماشي بقاله فتره وبس احنا برضو كمواطنين علينا بقى ان احنا نحافظ على البلعات دي ما نسدهاش يعني احيانا بيجي ناس ترمي سوري يعني مثلا حاجات فيها فبتتسد لما تتسد يبقى خلاص يبقى انا ما يعني ما لأنا عملته كان الحدث ما عملتوش يعني صحيح وبالتالي لابد من بنيه تحتيه قويه تستوعب تداعيات هذا الامر م. وبالتالي اذا كان صرف صحي، اذا كان رعايه طبيه، اذا كان مساكن ايواء، اذا كان مناطق معينه. وعاوز اقول حاجه كمان مهمه ان احيانا الكارثه بتحصل نتيجه تحرك السكان وليس العكس، بمعنى انا ممكن في مخر للسيل <applause> كويس. ممكن جدا السيل ده ما اشتغلش بقاله كذا سنة ففي ناس تروح تبني في هذه الاماكن طيب السيل جه فطبعا اكيد هيجري في ايه هؤلاء الناس وهيجري في هذه المباني وبالتالي برضو لابد من ان السكان يبقى عارفين واعتقد ان في بعض المناطق في سينا وغيرها وغيرها في البحر الاحمر بيبقوا عارفين المناطق دي بتنزل فيها الميه شكلها ايه كل سنه وبالتالي لابد ان احنا نبعد المناطق دي بتبقى مكتوب عليها لافتات ان دي مخرات سيول اه مكتوب آه. بس احيانا احنا بسلوكنا نقول ايه اصلا ما عادش بيحصل. نتجاهل ده اه بنتجاهل ده وبتاع ونروح نبني طب اكيد لو الثلج جه هيشيل الـ 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 المكان اللي انت بنيته وبالتالي دي نقطه مهمه جدا لازم نوعي السكان ايه اللي ممكن يعملوه احيانا الكارثه تتضاعف نتيجه ان الناس مش عارفه ايه اللي ممكن تعمله <applause> تدا... تجاه هذا الامر لكن لو انا عارف اعمل ايه حتى لو كان زلزال مثلا زي ما حدث في المغرب ولا طبعا ده حاجه طبيعيه لو الناس عارفه تتصرف ازاي ساعه الزلزال ما يحدث قبل وبعد يعني اثناء الكارثه ممكن نقلل من تداعيات هذا الامر ولكن ده محتاج توعيه بشكل توعي. كبير جدا على مستوى قومي ومستوى وطني في المدارس في الجامعات في الإعلام نقول للناس تعملوا إيه ساعة الحدث ولا نتجاهل دلوقتي نحن في أمس الحاجة بالفعل إلى هذه القضايا قضايا التوعية مهمة جدا 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 يمكن في خامة نعم. الرئيس دايما يؤكد على بعد التوعية إن إحنا لو وعينا الناس هيبتدي يتصرف تصرف الإيه السليم اللي يجعله ونعمل نموذج محاكاة يعني مثلا نعمل زي كارثة تحدث في مكان ما ونخلي الناس تشوف تتصرف إزاي يعني نعلمهم مهارات التعامل مع الحدث ده ده اللي نقدر نعمله لكن هنوقف الكارثه الطبيعيه دي عمليه مش سهله مسه. ان احنا نعمل هذا الامر نعم. لكن نتكيف معاها ازاي ويبقى في التداعيات اقل ما يمكن هو ده اللي المفروض ان احنا نعمله طيب دكتور يمكن حضرتك هنا تحدثت عن فكره وجود نظم انذار مبكر عاوز اعرف ايهما اسرع في التنفيذ في الوقت الحالي لان احنا اصبحنا خلاص امام واقع وهو تغيرات مناخيه فعليه حدثت ونتج عنها عدد من الاضرار. فكره ان انا اشوف ازاي اقدر افعل نظم الانذار المبكر ولا سرعه تداول المعلومات لمن يمتلك التكنولوجيا في الدول العظمى؟ ما هو ما... لازم يبقى عندك اجهزه حديثه نحن إحنا, احنا احنا بنتكلم على القاره الافريقيه تحديدا آه. لان احنا عارف هي لا إن إن زي ما احنا عارفين هي لا تملك التكنولوجيا المتطوره زي اللي بتمتلكها الدول المتقدمه تمام. ففكره الدول المتقدمه تمد لان بالزبط. هي عندها اقمار صناعيه وغيره فتقدر تتوقع وتقدر تشوف ان هيحصل مثلا على سبيل المثال في ليبيا في اليوم الفلاني العاصفه دانيال هتضرب منطقه زي دارنا فنقدر احنا نبلغ ويبقى في سرعه تداول معلومات تمام هو هو دي النقطه المهمه جدا الى اي مدى هتاخد المعلومات دي وتوصل وصل للمسؤول اللي ياخد القرار. هدي النقطه ويمكن زي ما حضرتك تفضلت كوب 27 من ضمن توصياته قال ان هم يعملوا نظم انذار مبكر لافريقيا ب 3.1 مليار دولار بس يبتدوا يشت يعني يبتدوا العمل طب التفعيل طب لهذا أوه. الامر. هي دي النقطه وبالتالي هيبقى في نظم النظام المبكر هتمد بمعلومات لمسؤول القرار ان هو يتخذ قرار حول هذا الامر باقصى سرعه ممكنه وبالتالي يتجنب الاضرار وتجنب الاضرار دي نقطه في منتهى الاهميه المعلومات اللي عندنا و... و... وتحليل البيانات والمعلومات النهارده في بيسموا الوظيفه البيئيه ابتدت تظهر في العالم من ضمن الوظائف البيئيه تحليل البيانات ده ده شغلته انه يحلل البيانات من الطقس من التلوث من ال... يحلل هذه البيانات ويعرف ويدي قرار يقول للمسؤول والله انا حللت البيانات اهي وعندي سيناريوهات واحد اتنين ثلاثه وبتدي المسؤول او الاداره تاخد القرار المناسب تجاه هذا هذا الامر وبالتالي دي نقطه مهمه جدا تحليل البيانات الخارجه من نظم الانذار المبكر ومدها للمسؤول اللي ياخد قرار ويبتدي يوصله للناس بطريقه سريعه وبطريقه بسيطه. <تبع> دكتور بما احنا بنتابع دايما السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وبنشوف حتى الناس بتعلق على ايه او ايه بتبقى ملاحظاتها طبعا امبارح في على مواقع التواصل الاجتماعي ناس كتير كلمت عن انه في انتشار رائحه غريبه بعد تداعيات عاصفه دانيال هل ده ليه سبب علمي شوفي حضرتك الاعصار نفسه او العاصفه ما لهاش ريحه خالص ولكن الريحه بتيجي منين او الرائحه تيجي منين اذا هذه العاصفه مرت على مصدر من مصادر التلوث بتخلي طبعا سرعه الرياح بتبقى خمسين ستين كيلومتر في الساعه فبتنتشر الرائحه وعلى سبيل المثال وده طبعا بس انا هدي مثال يوضح ده يعني مثلا بعض البراكين بتطلع غاز ثاني اكسيد الكبريت كويس <applause> تيجي العاصفه تمشي تروح محركه ثاني اكسيد الكبريت ده على ايه على مستوى كبير جدا من المناطق المحيطه بالبركان وبالتالي رائحه الغاز موجوده وقد يحدث ما يسمى كمان بالمطر الحمضي إن <applause> إن الميه لما تنزل على ثاني اكسيد تحوله إلى حمض نيتريك وبالتالي يبقى مطر حمض. وبالتالي الفكره مش في الهواء، الفكره في نقل هذا الهواء ملوثات معينه سواء كانت بقى من طالعه من مصنع، سواء كانت طالعه من صرف صحي، سواء كانت طالعه من أعمال ما فبتتحرك هذه الملوثات وبتتحرك وبتشم الريحه اللي هي موجوده، لكن كعاصفه هي مالهاش، حضرتك فاكر؟ حضرتك فاكره السحابه السوداء؟ صحيح هي السحابه السودا ما كانتش في القاهره كانت في بلاد تبعد عن القاهره 20 30 كيلو لكن بتجي لنا ازاي وكنا شامين ريحتها وكنا بنشوف لون نتيجه عن حرق قش الرز نتيجه حش حرق, حرق القش آه. بالظبط مع ان دي مش كانت في القاهره كان الهواء بينقل ال... ال... الكلام ده هذه الملوثات وكنا بالفعل بنشم الريحه بشكل كبير ده هو التفسير العلمي لاحيانا بنشم ريحه في وجود الهواء واحنا كمان مش بس ريحه ده كان فيه في تراب نتيجه طبعا العاصفه بتنقل نعم. الاتربه وتحركها خاصه الاتربه الرفيعه اللي ممكن تصيب بقى الناس بالامراض المختلفه والناس بقى تاخد بالها وتحط الكمامه تاني و يعني ونتمنى أتمنى عوده الكمامات مره اخرى لان ده سواء كان يعني حمايه للاشخاص من اي تكتلات تجمعات او كمان الامراض الحساسيه وغيرها إحنا بسبب الاوبئه ده في ثقافه الكمامه يعني احنا حطينا دلوقتي في جيوبنا اي ما يحصل حاجه دلوقتي نلبس يرفع الكمامه, الكمامة <applause> على طول عشان يعني دي حاجه ايجابيه يعني دي حاجه ايجابيه لما بعد الجائحه يعني طيب دكتور عاوز اعرف من حضرتك هل في تداعيات مستقبليه لحاجه زي العاصفه تانيال مثلا ولا هي مجرد ظاهره وانتهت وخلاص وازاي اقي نفسي من هذه الاعراض المشابهه يعني فكره اللي يحصل عواصف اخرى العاصفه دي خلصت مم. تجينا. لنا عاصفه خلاص خلصت يعني هي انتهت اول ما عدت من عندنا خلاص هي فقدت قوتها وحتى لما هتروح تاثر على البلاد الاخرى اللي جنبينا هتبقى قوتها ضعيفه جدا خلاص هيبقى كانه هو عادي. لكن هناك قد تبدو هناك عاصفه اخرى، الله اعلم يعني حسب بقى اتجاهات وبالتالي هو زي ما انا قلت لحضرتك هي لابد من نظم انذار مبكر تقول لنا العاصفه الجايه امتى وفين، لكن نحن بنتوقع في ظل تغيرات المناخ نتوقع مزيد من الظواهر الـ 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 اللي فيها مشاكل زي كده وفيها عواصف وفيها يعني مشاكل حقيقه واش كده لازم نوعي الناس ونقول لهم ايه اللي ممكن تعملوه ويقن نفسهم ازاي صحيا عندما تحدث مثل هذه الامور الدكتور بشكل عام يعني لو تابعنا الصوره او ما يحدث ان كان في ليبيا او في المغرب طبعا قلوبنا مع الشعبين الشقيقين لكن احنا شايفين في تغير في الظواهر الطبيعيه اللي بتحصل حتى في مناطق مختلفه يعني في كان في مناطق يعني مثلا متعودين ان اسيا ممكن يبقى يحصل فيها امطار وسيول في مختلفه من السنه ممكن يبقى الجو حر جدا بس في امطار غزيره جدا في مناطق معينه عارفين ان هذه المنطقه او هذا الشريط بيحصل فيه زلازل دلوقتي بقينا بنشوف كوارث طبيعيه ان كان لو بنتكلم على الاعصار او العاصفه حتى الزلازل زي الزلزال اللي حصل في المغرب بقوة كبيرة جدا وقبلها كان في سوريا وقبلها كان في تركيا، هل احنا لو هنتكلم على هذه المنطقة هل يعني خلينا نقول تكوينها تغير بسبب تغير مناخي؟ هو مش التكوين اللي اتغير هي نظام المناخ هو اللي اتغير، يعني الارض كما هي ما اتغيرتش، ما لكن فكرة نظام المناخ نفسه اتغير ونظام الطقس اتغير، الطقس حالة يومية، المناخ بيقعد سنوات طويلة قد قد تكون خمسين سنة وده الفرق بين الطقس والمناخ الطقس حالة يومية أسبوعية بنشوف فيها بعض الظواهر وبتنتهي يعني لكن المناخ إحنا بنشعر الآن أن المناخ بشكل عام على وجه الكرة الأرضية ابتدى يتغير وبقى فيه زيادة في حدة العواصف وحدة المشاكل وبالتالي يعني نحن نتوقع مزيد من هذه الظواهر في مناطق لم نكن نتخيلها او ان هي ما كانش فيها هذا الحدث من قبل لانه بيحصل ما يسمى بشفت يعني ازاحه للظاهره إزاح. بدل ما بتنزل في المسلمات والجمله اللي كنا بنقولها في طقس القاهره حار آه. صيفا ممطر شتاء خلاص ما خلاص ماشي احنا صيفا ممطر صيفا اهو شلنا ممطر صيفا <أو. تصفح> اه ممطر صيفا خلاص ما هو <تصفح> بالفعل انت حار جاف صيفا ده فيه ممطر شتاء دي كانت بندرسها في الجغرافيا زمان دلوقتي واضح ان احنا الامر تغير الجمله دي خلاص ما عادش في فبقينا في الصيف وبنصاب بهذا الجو المتغير والجو الصعب عشان كده لابد من ان احنا مصر حطت الاستراتيجيه الوطنيه لتغير المناخ 2050 وقالت انه لابد يبقى في اجراءات للتكيف والتخفيف صحيح التكيف ازاي ان احنا نتكيف مع هذه الامور عاوز اقول ان بس مش العاصفه تاثر على الناس تاثر على المزارع وتاثر طبعا. على الانتاج الغذائي وتاثر على الاكل وتاثر على المحاصيل وبالتالي ممكن نجد ضرب او يعني نقص في المحاصيل اللي موجوده نتيجه عاصفه واحده صحيح, صحيح. واستكمالا لكلام حضرتك مش فكره بس استراتيجيه وضعت ويعني دونت بحبر على ورق لكن نفذت ايضا على الارض وشفنا ده من خلال غرفه الانذار المبكر اللي كانت البدايه الفعليه والرائعه ليها في بدايه 2020 تحديدا حينما ضرب البلاد طقس غير مستقر وزي شفنا غرفه يعني التعامل مع الازمه كانت قادره تمام. على التعامل وكمان ايضا التنبؤ والتوقع واستغلال عدد كبير جدا من المساحات الخاصه بالاراضي اللي تم زراعتها تفاديا لما يحدث من اضرار زراعيه زي اللي شفنا الصوب الزراعيه الجديده اللي في بعض المناطق اللي هي ما فيهاش مثل هذه التداعيات ابتدينا نعمل هذا عشان برضه تجنبا لمثل هذه التداعيات يعني وان احنا نلاقي صحيح دكتور إنه يعني الحقيقه الدوله قايمه بمجهود كبير جدا في هذا الملف وخاصه يعني ملف تغير المناخ من الطاقه الجديده والمتجدده للنقل المستدام للتحليل زي ما حضرتك قلت الميا دكتور الدوله المصريه قايمه بواجبها وشايفين خطوات حقيقيه وملموسه لكن ده لا ينفي ان كل واحد فينا عليه عامل كبير مسؤولية. جدا وليه دور ولازم يتحمل مسؤوليته وخلاص بقينا بنشوف بالفعل ودايما ما بنسمع مصطلح او جمله ان الطبيعه بدات ان تكشر عن انيابها خلاص يعني اللي عملناه على مدار ملايين السنين اللي فاتت بقينا بنجني حصاده وثماره دلوقتي بالزبط. فكل واحد فينا عليه دور من لما بنتكلم انه نقطه الميه اللي بتنزل من الحنفيه ليها اثر ده بجد موجود لما بنقول انه المخلفات والبلاستيك و بجد اثاره فعلا موجوده دلوقتي وكلها بنعاني منها واثار حتى ما, نقدرش غير ان احنا نتعامل معاها ما نقدرش نمنعها فانا بشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا دكتور عبد المسيح سمعان الاستاذ بكليه الدراسات العليا والبحوث البيئيه جامعه عين شمس نورتنا يا فندم شكرا شكرا لك يا دكتور شكرا